ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ رب تكون بخير. النهارده هنعمل لكم فيديو عن رسم. انا طبعا انتوا عارفين في مسابقه من مدرسه الاوقاف التجريبيه. انا فاطمه محمد عفيفي. النهارده هشارك ان شاء الله في المسابقه، في مسابقه الرسم دي. ويعني طبعا انتوا عارفين هنبعتها المدرسه وبكده نكون يلا نبدأ. ورجعنا لكم طبعا بعد ما ظبطنا حاجات كده. معانا دلوقتي انا الرصاص واختنا الصنطوطة طلع معانا، وطبعا معانا المسطرة. معانا المسطرة، طبعا عارفين المسطرة اهي. طبعا يعني دي مؤقتا كده، احنا مش عارفين ممكن ننام بيها ايه، بس اعتقد ان احنا مش هننام بيها حاجه. هنبدا الرسم. هتعرف تمسكوه اكتر، فيستحسن نستخدم قلم كبير. طيب معانا دلوقتي المسطره. النهارده هنرسم لكم ان شيرلي، اللي هي بتاعت كرتون ذات الشعر الاحمر. لو محدش عارفها يعني هنرسمها، ولو حد شافها بقى يعني شكلها يعني يبقى ايه عرف. طيب دلوقتي هنعمل طبعا الوش. نسيت، معلش اقول لكم، انا في سنه رابعه ابتدائي. زي ما قلت طبعا انا يعني هنرسم ونشوف هنعمل ايه بقى. طيب دلوقتي طبعا مسطرة اهي، في هنا ده الجنب اللي فيه فتحات من هنا كده. ده مش هنستخدمه خالص، ده اللي هنستخدمه سنتيمتر كده، السنتيمتر. لكن ده مش هنستخدمه، ما ينفعش اصلا يتعمل حاجه زي دي في المقاسات يعني. طيب دلوقتي ده طبعا لحاجه مخصصه، فا ايه مش هنستخدمه. طيب ده هنا موجود من 0 ل 20، احنا هنستخدم بقى من 0 للرقم اللي احنا عاوزينه. طيب دلوقتي معانا القلم اهو، هنجيب المسطرة في نص كراسة كده شوية ورجع. هنكمل، معلش بس قطعني كده ثانية. طيب دلوقتي هنبدأ نعمل هنظبط طبعا المسطرة كده، هنحاول نظبطها. ده طبعا عندنا السفر، احنا مش هنعمله لتحت قوي كده عشان نقدر ان احنا نعمل جسم. نعمل مثلا كده مثلا هي كده كويسة. ده طبعا عشان نعمل اللي هي السبعة اللي بتعمل عليها وش، يعني اللي هي بتبقى كده دي، وفيها سطرين كده من النص. طبعا دي هي اللي بترسم عليها وش. هنعمل لها دلوقتي المقاسات. دلوقتي رجعنا لكم. هنعمل طبعا المسطرة كده، هنجيبها هنا فوق شوية عشان زي ما قلت لكم نعرف الجسم. طيب دلوقتي هنبدأ من زيرو اهي، زيرو اهي، لغاية مثلا على قد مقاس الوش اللي انتوا عاوزينه. يعني لو عاوزين مثلا مقاس لغاية 10، قصدي 11 او 12 ماشي، لو عاوزين لغاية 13 برضه ماشي. فا انا عن نفسي هعمل لغاية 13. طيب هخليه كده، بعدين هبدا ارسم. بس هرسم بخط مش تقيل، بحيث ان انا لو قصت الموضوع ومسحه تاني اعرف اهو الشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا لو مش واضح قوي اهو ثانيه هوضح شويه كمان. كده اهو، حاول اثبت من هنا كده على نفس الصف. اظبط كده برضو بحيث ان انا اعمل خط تاني مثلا مفيش حاجة بوظ.
كده طب باين. طيب ده كده. طبعا ايه محتاجين؟ طبعا ايه ما بنيجي نعملها كده بتبقى على الخط ده، ما بنيجي نعملها كده بتبقى على الخط ده، فطبعا ايه نقلبها بالشكل ده. طيب طبعا عندنا هنا ما فيش زيرو، نقوم ايه يعني مش عارفه ايه هنقوم هنا كده ونجيبها هنا. طيب ثانية واحدة هنقفل معاكم ونرجع. طيب دلوقتي زي ما انتم شايفين السبعة اللي هنعمل عليها الوش، دلوقتي هنعمل بقى ايه الخطين اللي بيبقوا هنا، واحد تقريبا بيبقوا واحد كبير وواحد صغير، فا ايه يعني هنعملهم ونرجع لهم ونرجع لكم تاني لو طلع في خطأ طبعا هنظبطه. طيب ودلوقتي بعد ما رجعنا لكم رسمنا خطوط ايه طبعا هي ايه مش باينه قوي بس برده اهو هقرب لكم الكاميرا اهو كده تمام. طيب دلوقتي هنرسم بقى الوش ايه. طيب بحسب طبعا ما انتوا عاوزين تصغروا سبعة عشان يبقى وش اصغر ماشي، لو عاوزينها بنفس المقاس ده او اكبر سنه براحتكم. طيب دلوقتي هنبدأ نرسم وش، طبعا مش محتاجين بقى مسطرة ولا اي حاجة. طيب طبعا ايه ببدأ من هنا مثلا كده مثلا يعني كده اهو هنعمل مناخير معاكم والنمش عشان هما برضو ايه ده كده ممكن كفاية نمش ده. بعدين ايه نقوم نزيم بالنقاط هنا كده، المفروض ان هي طبعا ما تبقاش كبيرة. هو ده شكلها، ده شكل النمش بتاعنا هو ده. طيب دلوقتي هنقطع لكم بقى قبل لما نكمل البق ونكمل حاجات كتير كده شوية. طيب ودلوقتي خلصنا البق، هنرجع لكم تاني بعد ما نخلص الشعر طبعا. اتمنى الفيديو ده يعجبكم ان شاء الله و كده هنقطع ونوريكم الصورة طبعا. ودلوقتي جينا لكم بعد ما خلصنا الرسمة اهي كلها. طبعا احنا ما يعني طبعا حاطين الاقلام دي بمعنى ان احنا لونا ده بدو يعني لونا الوش بلون البشرة هو ده، ولونا العين بلون التركواز لان هي اصلا في كرتون انها تركواز شوية كده وغمقة شوية سنة. وحواجبها طبعا ايه رفيعة زي ما انتم شايفين، بقها لون احمر برضو، وهنا التحديد بالاسود، وهنا التلوين التيشيرت بتاعها بالاخضر، وهنا تلوين الشعر الاحمر بالاحمر يعني هو احمر مدي على البرتقاني شويه، لان انا الصراحه بحس برضو في الكرتون ان هي مدي شويه على ان هو مدي شويه على البرتقالي اكتر، او بمعنى ان هو برتقالي على احمر ميكس يعني كده شويه. طيب فدلوقتي خلصنا الفيديو، يا ريت يكون عجبكم ان شاء الله. ان شاء الله مش يعني مش عارفه ان هكسب ولا لا، بس ان شاء الله اكسب، ويعني ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. باي باي.